عندك خبر؟ في عام 2019 صار حساب التوفير للجوائز بشرى أكبر وأفضل. 10 فائزين يومياً 100 ريال عماني لكل فائز، 10 فائزين أسبوعياً 500 ريال عماني لكل فائز، فائز شهري بمبلغ 25 ألف ريال عماني، 10 فائزين لكل فائز 1000 ريال عماني عن كل فرع في كل شهر، 10 فائزات شهرياً بقيمة 500 ريال عماني لكل فائزة، 5 فائزين بقيمة 5000 ريال عماني لكل فائز في السحوبات الربع سنوية، فائز واحد بالجائزة الربع سنوية بقيمة 50000 ريال عماني في الربع الأول والربع الثالث من السنة، فائز واحد بجائزة منتصف السنة بقيمة 75000 ريال عماني، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 100000 ريال عماني، وخمس فائزين بقيمة 10000 ريال عماني لكل فائز. وفي عام 2019 بيكون في 3341 فائز بجوائز نقدية وتبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال عماني. الجوائز النقدية هي هبة من أموال المساهمين. ادخر اليوم لغد مشرق.